برحب بحضراتكم مره تانية. يعني قبل طبعا ما اكلم ضيوفي ونكمل طبعا تحليلنا للهدف الاول والثاني، خلينا نروح سريعا لامير هشام، ومع طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، مبروك، فوز كبير ومهم جدا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري، والاهم النادي الاهلي بيكسب الفرق اللي في القمه عشان يقدر ان شاء الله يرجع لقمه بطوله الدوري، ده الهدف الاساسي بالنسبه له. يعني طبعا مهم جدا في الفترات الاولى لما تلعب فرق هي اللي كانت متصدره لحد وقت قريب، يعني بحاجه بحكم بعدك عن المشاركه او التواجد بشكل متواصل يعني عشان المشاركه في البطوله الافريقيه، فمهم جدا ان انت تتفوق ومهم جدا ان انت تعدي. يعني من اسبوع فات بس كان عندنا الاسماعيلي وبعدين الداخليه وبعدين النهارده المصري، الحمد لله طبعا على النتيجه والحمد لله على الاداء والحمد لله طبعا على الفوز بشكل عام. يعني تقييمك لاداء الفريق النهارده كابتن سيد كجهاز فني شايفينه ازاي؟ انت بتلعب فرقه متصدره الاسبوع اللي فات وعندها لعيبه كويسه وعندها عدد وافر من الاهداف، فوضع طبيعي جدا ان في وقت من الاوقات اكيد هيبقى عليك فرص اكيد. وفي عالم كره القدم يعني المباراه اللي هي كبيره بتتاخد على اجزاء ما بتتاخدش على الكل، يعني ما فيش فرقه هتاخدها من الثانيه الاولى لحد الثانيه الاخيره كلها في ال 18 بتاع الفرقه الثانيه، مش طبيعي ده يعني، مش ولا مش تبقى فرقه كبيره بقى او ماتش كبير يعني، فوضع طبيعي ان ممكن يجي عليك فرص، لكن انت ازاي تخرج من الشكل ده او من الضغط ده. احنا كان عندنا فرص كتير النهارده، كان عندنا متاح لينا ان كنت ممكن تزود من الاهداف، لكن كويس جدا 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 النتيجه راضيين عنها تماما. بتبص اللي جاي ان شاء الرحمن، عندنا ام بي وبعدين الاسيوطي وبعدين المقصه، وكل فرقه ظروفها يعني او كل مباراه ظروفها يعني. عايز اركز على جزئيه جاهزيه لاعبي النادي الاهلي بشكل كامل يا كابتن سيد، كل اللاعبين جاهزين وده بالواضح خلال المباريات رغم الغيابات والاصابات اللي بتبقى موجوده في بعض الفترات، لكن كل اللاعبين بيبقوا جاهزين وبيادوا بشكل اكثر من رائع. بص، ده الموسم الاهم، ده الموسم اهم، الاهم اللي بالاهم ان ده الموسم الاهم اللي يبقى عندك لعيبه كتير وعندك لعيبه على مستوى قريب، لان انت بتلعب بشكل متلاحق جدا ومتتالي جدا مش موجود على مدار السنين كلها اللي فاتت، فلو انت ما عندكش العدد ده والمستويات القريبه ديت ما اعتقدش ان هيبقى ليك فرصه في المنافسه، لان انت لو ما عندكش مستوى قريب من بعضه بتلعب على راس اليوم الرابع مباراه ومباراه مع فرقه تقيله واللي بعدها مباراه مع فرقه تقيله واللي بعدها مع فرقه تقيله، فلو بالتاكيد هيحصل اجهاد، هيحصل اصابات، هيحصل حاله فنيه، هيحصل ايقافات، هيحصل كتير قوي، فلو ما عندكش العدد الكبير من اللعيبه اللي يقدر يخش في اي توقيت من السنه واي مرحله من السنه اعتقد الامر كان هيبقى صعب. فده المهم جدا جدا جدا، احنا نملك ده الحمد لله بفضل الله، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا وعندنا لعيبه بمستوى قريب جدا من بعضه. يعني اللاعب يكون صريح مع نفسه ده اكيد ده شيء مهم وبدايه للعوده للانطلاق مع النادي الاهلي. تعليقك على التويته اللي كتبها صالح جمعه امبارح وتركيزه في المرحله المقبله واعترافه بتاثيره في حق نفسه، تعليقك على الجزئيه دي يا كابتن؟ احنا بالعكس، احنا محتاجين كل اللعيبه، لسه بقول لك دلوقتي احنا محتاجين كل اللعيبه، لكن التصريح بيبقى الملعب هو الاقوى يعني. توفيق يا كابتن. شكرا. ده طبعا كان لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره.